ما تقتلوش المروءه بين الناس. في سنه 1880 ماتت ملكه تايلاند بالغرق، انقلب بيها القارب بتاعها، بس ما كانش في حد من الحراس يجرؤ ان هو ينقذها، وقف الكل ليها وهي بتلفظ انفاسها في الميه. طب ليه؟ لان كان في قانون بيقول لمس الملكه عقوبته الاعدام. قانون زي كده بيقتل المروءه بين الناس. لو في سائق صدم احد المره وهرب وصاب صريع في دمه وشفت انت فقابت اخلاقك الا انك تحمله وتنقله بعربيتك لاقرب مستشفى ومات في الطريق، هل تضمن ان هم مش عاملوك على ان انت اللي دوسته؟ لو جت الشرطه للمستشفى واقسمت ليها باغلظ الايمان ان دورك الوحيد في القضيه انك انسان، انت شايف ان هم هيسيبوك؟ هي الناس كده بيقتلوا المروءه بين بعضهم، اللي بيستدين مال وبعدين بيقرر انه ياكله على صاحبه، ده واحد مش عايز الناس تمد ايديها لحد تاني، اللي بيخبط على باب عايز يتجوز، فيحسن اهل البنت ليه ومش يكلفوه فوق ما يطيق، بالعكس بيساعدوه على اتمام زواجه، بعد كده ما يعاملهاش بالحسنى ويوريها قبح اخلاقه، ده عايز الناس تتعامل مع بعض على مبدا اللي ما بيتعبش في المهر بيسهل عليه الطلاق. كل واحد كان مقرر انه يبقى شهم مع خطيب بنته هيتردد وهتريق، لان الخاطب قليل المروءة قتل شيء من مروءة الاب المتسامح اللي تقف له في الطريق عشان تاخده معاك في طريقة ويهددك ويسرق مالك او يسرق سيارتك. بيقضي على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي بيخبط على بابك بيسألك المعروف وبعدين يسرقك. خلانا نقفل بيوتنا في وش الناس. يحكى ان واحد كان راكب فرس في الصحراء فلقى بدوي مرمي على حجر من التعب، فنزل صاحب الفرس وركب البدوي مكانه وخد لجام الفرس وفضل يجرها. فالبدوي قال له انت ما يليقش بيك انك تجر الفرس. فقال له صاحب الفرس انت راجل مرهق. البدوي قال له ان كان ولا بد سيبني انا امسك اللجام كحفاظ على كرامتك. فعلا صاحب الفرس ناول له اللجام. البدوي هرب نادى عليه صاحب الفرس، قالوا له لو سالوك عنها قول لهم اشتريتها وما تحكيش لحد اللي انت عملته عشان انا خايف المروءه تموت بين الناس.